السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية من ملوك صناع الجمال، ملوك الفرحة، مهنة الكوافير والتجميل، الصورة المشرفة في مهنة الكوافير والتجميل، اللي احنا بنحاول نقدم صورة مشرفة عن طريق برعاية مبادرة افتخر بنفسك وبعملك، المبادرة الشبابية، مبادرة فنية تجميلية ثقافية رياضية بتقدم الصورة المشرفة لكل شباب مصر ومن كل محافظات مصر، لكل المهن الحرفية والفنية والثقافية والتجميلية. معاكم النهاردة في المبادرة التجميلية بنقدم الصورة المشرفة لمهنة الكوافير والتجميل في مصر اسما وقولا وفعلا. المبادرة من خلال 3 سنين شباب من كل المحافظات مثلوا قدوة في شغلته وفي مهنته، بنحاول دايما بنقدم لكم الصورة المشرفة. النهاردة هنشوف فعاليات موجودة على أرض الواقع الفترة الأخيرة في الموسم الأول. طبعا بشكر كل زمايلي اعضاء مجلس الاداره تحت تاسيس لمبادره افتخر بمهنتك، نائب رئيس التحرير للمبادره الاعلاميه الجميله رشا المصري، والاعلام الجميل الاستاذ احمد ماهر، والاستاذه صابرين كريم الاعلاميه الجميله، والاستاذه بيرة ابو الوفا مسؤوله التعاقد، ورئيس تحرير المبادره الاستاذه فاتن حماد الاعلاميه اللي موجوده معانا في الموسم الاول. ان شاء الله تم هيكله المبادره بشكل قانوني، ان شاء الله نسعى ان احنا نكون موجودين على الساحه بشكل قانوني، ومجلس اداره تحت التاسيس باسماء جديده. احنا فاتحين ايدينا لكل شباب الاعلام وشباب التجميل والشباب المصري في كل المهن اللي احنا بنقول عليها كمبادره ثقافيه. المبادره الثقافيه مبادره فنيه، مبادره تجميليه، دايما بنشوف مين المميز وبنتواصل معاه عشان يكون صوره مشرفه لمهنته ايا كانت المهنه ايه. احنا المبادره معبره عن نفسها، افتخر بنفسك افتخر بعملك. في فعاليات لايفنت بسيط كبدايه للمبادره، هنعرض بعض الصور ليها هنشوفها، وعملنا تقارير حصريه في بعض المحافظات هنشوف دلوقتي اهداءات موجوده على الشاشه نبدا بيها. أول إهداء لخبير التجميل ميس محمود السرسي جنرال التجميل، واحد قاعود إن شاء الله يوم 2/12، إيفنت موفق لميس محمود السرسي وكل فريق العمل، الأستاذة كوكي السرسي رئيسة التنظيم مع ميس محمود، بنتمنى لك التوفيق. واحد قاعود يوم 2/12 أمام فندق كاتراكت. نشوف الصورة اللي بعدها، جنرال ميس محمود السرسي بالتوفيق أنت وفريق التنظيم من كل محافظات مصر للموسم الرابع على التوالي، بالتوفيق يا ميسيو محمود لحضرتك. طبعا النهارده في ايفنت في المنصوره، ايفنت الشباب بقياده الهضبه والنجوم اللي موجودين قدامكم على الشاشه، بعتذر لعدم وجود فريق العمل معاكم النهارده، بس موجوده الاستاذه ارهام معاكم حصري ليكم ان شاء الله. يوم جميل ويوم موفق، وان شاء الله لنا تقرير حصري ليكم معانا باذن الله. طبعا بنقدم الصوره المشرفه لمهنه الكوافير، معانا محمد الفقي سن 30 سنه، البلد المنشأ ميت غمر، المهنة حلاق رجالي، بدأ في تطوير ذاته وأفكار جديدة ارتقى بعمله، وبيحاول يجدد، ودي الصورة المشرفة ليه، عامل تيم محترم وبيشتغل مع نجوم في الوسط الفني معروفين إن شاء الله. ده مفاجأة الحلقة اللي جاية يوم الاثنين القادم إن شاء الله على قناة الصحة والجمال، بنقدم لكم الصورة المشرفة محمد الفقي الشهرة لالا أبو أصالة. إن شاء الله تشرفنا بإذن الله الحلقة اللي جاية نبقى حصري ونقدم شو جميل على قناة الصحة والجمال، الصورة دي المشرفة والتيم العمل اللي معاه. شكرا ليك محمد الفقي للتواصل معانا. نشوف صورة بعدها الإهداءات. طبعا بنشكر سيادة المستشار أحمد عبد الستار والمستشار عادل الهواري، ومعانا فريق العمل الإعلامية ريهام في وجود فعاليات الإيفنت دي، صورة حية من المركب الباخرة الساحلية اللي احنا عملنا عليها الإيفنت بقيادة نجوم من الوسط الفني والتجميلي، مستشار عادل الهواري، الإمبراطور محمد حافظ، ميسيو محمود السرسي. طبعا يوم جميل، أحمد العجمي ألف سلام عليك يا أحمد، ومفتقدينك من فريق العمل، رئيس التنظيم وميسيو عادل الهواري، المستشار عادل الهواري. طبعا صورة تانية، رئيس التنظيم مصطفى صابر، بشكرك على اليوم الجميل والإعلام الجميل والمستشار عادل الهواري. دي صور من فعاليات الباخرة السياحية لتفعيل مبادرة افتخر بنفسك وبعملك، وطبعا الأستاذ مصطفى صلاح الإعلام الجميل جريدة الحياة اليوم الجديدة، وسيادة المستشار عادل الهواري
الإعلامية موجودة باسم المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان. يوم جميل من كل المحافظات، من شباب محافظات مصر تواجدوا معانا على تفعيل المبادرة في المركب في الباخرة السياحية في الحفلة يوم 7/9. طبعا الإعلامية الجميلة رشا المصري، الأستاذة فاتن حماد رئيس تحرير، والإعلامية الجميلة الأستاذة ولاء. ده تيم المبادرة الموسم الأول. طبعا انتوا شايفين في الصور موجود قامة وقيمة من الشباب محافظات مصر، الباتور محمد حافظ، ميسيو محمود السرسي. كان يوم جميل وعملنا فيه فكرة لذيذة كده، هتشوفوا برضو في الصور مسابقة ملكة جمال المودلز في برنامج. طبعا دول نجوم المجتمع المهني، الكوافير أسماء كتير، مش عايز أنسى حد. دول صورة مشرفة لينا. مستر عوض صبري الراعي لملوك صناع الجمال، المبادرة الرئيسية، افتخر بمهنتك مستر عوض صبري، بقدم لك كل التقدير والاحترام على الفترة الأخيرة اللي احنا قضيناها مع بعض، ودايما داعم لينا. طبعا صورة مشرفة للمنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان والتيم اللي كان موجود مدعم لمبادرة افتخر بنفسك وبعملك. طبعا الصور معبرة بوجود قامات موجودين. بنشكر الأستاذة بيرة أبو الوفا مسؤولة التعاقد لتعبها في اليوم ده، والأستاذ ميسيو مجدي سيد بشكره، وطبعا دبشة العالمي وأمال وجيه مع حفظ الألقاب عماد المصري، إخواتنا اللي شرفونا في التنظيم يوم الإيفنت. طبعا ميسيو عبده حميد وبشكره من اسكندريه، وجه اليوم ده مدعم وعامل مبادره خير لشباب السرطان، الاطفال السرطان، يتواصلوا معانا مع فريق الاعداد. ووجوه اعلاميه موجوده مدعمه لمبادره افتخر بنفسك وبعملك. صوره مشرفه للشباب من كل المحافظات، الصوره معبره موجوده على الشاشه من كل المجالات. كان موجود معانا الشاعر، المغني، المواهب الغنائيه، معانا الاعلامي، معانا الصحفي، معانا خبير التجميل، معانا الدكتور. طبعا الصوره دي للحفله الاخيره كانت مسابقه ملكه جمال المودلز، ان شاء الله اللي هتتفعل على قناه الصحه والجمال، واللي حابب يشترك معانا يتواصل معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. نشوف صوره تانية، فريق التنظيم، الملكه ايه من اسكندريه، بيرة ابو الوفا، مصطفى نجمه السويس اللي منورانا دايما، اختي العزيزه، فريق التنظيم، عبير جمال اختي وخبيرتي التجميل اللي تعبت معايا في اليوم ده وبشكرها، عبير جمال كوافير رجالي، كوافير حريمي، ميك اب، حد مجتهد في مجالنا بشكرها على المجهود الجميل، الاستاذه او خبيره التجميل عبير جمال، ببعت لك تهنئه خاصه لحضرتك. طبعا كاميرا البرنامج في كل المحافظات من عين شمس الاستاذ عادل رفعت وتيم العمل بتاعه، كاميرا ملوك صناع الجمال معاكم من كل المحافظات، ميسيو ابراهيم الصغير وتقرير حصري موجود معانا النهارده وتيم العمل، صوره شرفيه واحنا موجودين معاه احمد العجمي واستاذ ابراهيم أدمن الفيوم ومسؤول التعاقد في الفيوم مسيو إبراهيم حبيب، ومع إبراهيم الصغير الملك من ملوك صناع الجمال مسيو إبراهيم الصغير، شكرا لتواضعك واستقبالك لينا. شوف صورة تانية. طبعا كنا في المنوفية، الأستاذ خالد استقبلنا امبارح وهنشوف تقرير ليه دلوقتي، الأستاذ محمد فتحي مدير إدارة مساعد بالضرائب، ده اخو الاستاذ خالد، واستقبلنا اليوم يوم جميل قضيناه معاكم النهارده، هنشوفه في التقرير بتاعكم. الاستاذ محمد فتحي مدير اداره ومساعد بالسجل الضرائب يعني. شوف صوره تانية، خالد الحنفي والاستاذ محمد فتحي، وكان موجود معانا الاستاذ ياسر حلمي رئيس قسم الشؤون الاداريه في استقبالنا، والحاج اسامه عبد العزيز رجل اعمال، وكان معانا الاستاذ عادل العميدي عضو مجلس النواب ومصفف شعر النجوم احمد الصغير، والاستاذ سيد منير بكير، والاستاذ محمود السيد شرف المحامي، ومدام سحر محاسب بنك، كانوا موجودين على شرف استقبالنا. ودي صوره برضو من طوخ نجم ملوك الاكسسوارات اللورد سمير عبد العزيز وابنه عبد الله، يوم جميل برضو في ليهم تقرير معانا. احنا من طوف المحافظات بنجيب الصوره المشرفه لمهنه الكوافير والتجميل. طبعا النجم الجميل احمد الصغير كوافير النجوم، انا شرفت بيك امبارح، الاستاذ محمد السيد ومحمود خالد الحنفي، يوم جميل. وطبعا دي صوره برضو من الايفنت، اعلاميه زميله جد دعمتنا في افتخر بنفسك وبعملك، ميسيو حامد اكاديميه اي ام اتش، برضو رحنا تواصلنا معاه وعملنا تقرير ان شاء الله يكون معانا في الحلقات اللي جايه، بنشكره على حسن الاستقبال. مستر حامد بشكرك على اليوم الجميل اللي احنا قضيناه عندك في السنتر. طبعا موجود قامات وقيمه للاستاذ هاني جابر، الاستاذ خالد زكريا، من نجوم من الكوافير اللي شرفونا في الايفنت، وده تقرير حصري من شام شوبينج لمستحضرات التجميل، برضو كنا موجودين في المهندسين. بنرجع تاني للمنوفيه،
كل محافظات مصر معاكم، نجيب لكم المثل والقدوة، شباب من كل المحافظات. نطلع فاصل قصير ونرجع دي. ورحمة الله وبركاته، مرة تانية من برنامج ملوك صناع الجمال، ملوك الفرحة، ملوك البسمة. نلتقي مع ملك من ملوك صناع الجمال في الوطن العربي اسما وقولا فعلا، يوسف ابراهيم الصغير، القدوة للشباب. نتمنى ان شاء الله يكون تقرير حصري لملوك صناع الجمال. الشرف بيك يا استاذ ابراهيم، ومنور شاشة ملوك صناع الجمال. الشرف لي يا استاذ عماد طبعا، وانت نورتني وانا عارف انت كنت عايز تجيلي من زمان طبعا، وده شرف لي انا كمان. طبعا احنا بنشوف شباب التجميل في مصر دايما حاطين استاذ ابراهيم، ميسيو ابراهيم الصغير، القدوه ليهم في مجال الكوافير والتجميل. نصيحه ليهم تكون حصري ان شاء الله لمبادره تفتخر بنفسك كوافير وافتخر. نصيحة اليوم طبعا، أنا عارف المهنة بتاعتنا بقى فيها تطور جامد، وبقى فيه عدد كبير أوي من الكوافيرات والصنايعية والكلام ده. نصيحة ليهم اللي هم يركزوا أكتر، ما يزهقوش، لأن في ناس بتمر أحيانا بشوية مشاكل فبيزهقوا. خليهم مكملين، لو في كوافير ناقصه حاجة يحاول يعني يشوف مشاكله ويظبطها. هيبتدي يكبر يعني، ما حدش يستعجل على النجاح، اهم حاجه يكونوا هم مركزين في شغلهم. اسعى ورا حلمك وكمل، تجد النجاح بامر الله. معانا المثل والقدوه لشباب مهنه الكوافير والتجميل، ميس ابراهيم الصغير. حابين نتكلم معاك، طبعا اغلب الكوافيرات في مصر نظرهم عليك كقدوه. فكره لعيبه الكوره والصداقه اللي احنا بنشوفها على صفحات السوشيال ميديا، نبذه بسيطه عن الصداقه اللي بينك وبينهم دي، طبعا بتخلق جو كبير في شغلك يعني. طبعا انت لما بيبقى عندك عدد كبير من الناس او النجوم او اي حد في شغلك، اكيد الناس طبعا لما بتربطك ما بينك وما بينهم طبعا صداقة، وكل يوم بيجولك وكده، فبيبقى في بينا اسرار، في بينا حب، فبيبقى في بينا صداقة. الطبيعي برضو لازم كل كوافير يعمل صداقات مع العملاء بتوعه علشان يبقى في دايما استمرارية لتواجدهم عنده، وده بيبقى طموح يعني. الواحد لازم يبقى ركز في كده، ما يبقاش القصة قصة شغل بس، عادي العميل صاحبه قرب لي، العميل هيجيب عميل هيجيب عميل، لحد ما ان شاء الله كده تلاقي نفسك كده كده مستريح يعني. برضه على صفحات السوشيال ميديا بنشوف في صداقة أو توأمة روحية بين رجل الأعمال أبو هشيمة وحضرتك، والناس دي ملاحظة ده طبعا بيعود ليك لحضرتك كقامة كبيرة من رجال الأعمال، ونجاحه بيضيف لحضرتك برضه في شغلك إنك أنت يعني تتميز بس على نفس المستوى اللي موجود فيه رجل الأعمال أبو هشيمة. بص، طول ما انت متميز في شغلك وطول ما انت ناجح في شغلك هتلاقي كل القومات طبعا، بما فيهم استاذ احمد ابو هشيمه طبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، هيحبوا يتواجدوا معاك ادام انت بتنفذ طلباتهم زي ما هم عايزين. وطول ما انت متميز في شغلك الناس هتطلبك. اغلب مجال الكوافير والتجميل الشباب امنيتهم انهم يكونوا في يوم من الايام واقفين في البراند بتاعك، في صعوبات لاي حد يحب يقدم لحضرتك في المكان؟ عندنا كام فرع جديد بنعمله، مفيش صعوبات ولا حاجة. لما بلاقي حد عنده الموهبة وعايز يشتغل وملتزم، أو الحاجة الالتزام قبل الموهبة وقبل الشغل، طبعا بنعمل معاه تيست وبننزله، مفيش أي مشاكل، وأنا موجود في أي وقت، واللي عايز يقابلني بيقابلني، واللي عايز يكلمني في التليفون بيكلمني، متواجد 24 ساعة. رسالة للشباب كوافير التجميل في مصر، الملك من ملوك صناع الجمال ميس ابراهيم الصغير، إن شاء الله انتظروا فروع كتير ليه ومزيد من التفوق والنجاح بإذن الله. رسالة بوجهها لكم، أي شاب حابب يدخل الأكاديمي أو الاسم الكبير لميس ابراهيم الصغير يتواصل معاه، مدد إيده ليكم، تتعلموا تطوروا من نفسكم. وتيم البرنامج بيشكر الخلوق ميس ابراهيم على استضافته لينا. كلمة أخيرة تحب توجهها لتيم البرنامج؟ انا طبعا مبسوط اللي بقى فيه برنامج متخصص للكوافيرات، وانا عارف ان ده بيدي قيمه جامده جدا للمهنه. طبعا انا عارف ان التيم بتاع ملوك صناع الجمال بيتعبوا جامد، ويا رب كده البرنامج يكون ناجح، لان فريق عمل محترم، يعني مؤمن برساله لموضوع التجميل، مش اي حد مؤمن بيها. فطبعا انا بشكركم كلكم، وان شاء الله دايما انتوا اللي في تقدم، ودايما احنا في ظهركم، لو احتجتوا حاجة نقدر نساندكم فيها تحت أمركم. شرف لينا تواجد كاميرا تيم
ملوك صناع الجمال، صناع الفرحه، كنا معكم مع المثل القدوة في الوطن العربي مس ابراهيم الصغير. بشكر كل اللي ما وراء الكواليس، زمايلي، تيم المبادره، مبادره افتخر بنفسك وبعملك، المبادره التجميليه كوافير وافتخر معاكم في تقارير حصريه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. افتخر بعملك، فكر، اجتهد، تميز، تجد النجاح بامر الله، اسعى ورا حلمك وكمل. دايما بيجيب لكم المثل القدوة من كل محافظات مصر. النهارده طفنا محافظات مصر وتواصلنا مع مصفف الشعر من كفر الشيخ سيدي سالم دمرو، مصفف الشعر عمرو السعيد وابنه استاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن عمرو السعيد، اهلا بيك وشرفنا بيك. اهلا بك يا استاذ عماد، وشرف لنا ان احنا موجودين مع حضرتك، وبنشكرك على الاستضافه ديت. انت من اول الناس اللي بتدينا فرصه ان احنا نبان، وان شاء الله تبقى حلقه جميله بوجودك، وربنا يصلح الحال ان شاء الله. امين يا رب. حبيبي، احنا بنقدم المثل والقدوه، بنتواصل مع شباب التجميل عن طريق المبادره التجميليه كوافير وافتخر اكاديمي، بنشوف مين المميز وبيتواصل معانا واحنا تحت امره. البرنامج ده الصوره المشرفه لمهنه الكوافير والتجميل، حريمي او رجالي. معانا ضيف من محافظه البحيره بلديات وافتخر، استاذ مصفف الشعر محمد هاشم من بحيره ايدكو. تشرفنا بيك يا محمد. تشرفنا بحضرتك، وسعيد جدا بوجودي في البرنامج ده. برنامج يعني مش مجرد برنامج، برنامج بيحكي قصه كفاح لكل كفاح اي حد، اي مهنه، مش شرط مصفف شعر وخلاص، لا، اي موهبه، اي موهبه موجوده ممكن يعني تكون موجوده هنا النهارده، انا موجود، بكره غيري موجود. هي ديت زي مهنه تصفيف الشعر، هو نفس الفكره بتاعت البرنامج. طيب، بما ان قصه كفاح، عايزين نبدا بقصه كفاحك. بالك قد ايه في المهنه وتطوراتك فيها؟ احكي لنا بسرعه، مين محمد هاشم؟ والله انا محمد هاشم، شاب بسيط، نشات في مدينه ايدكو. هنشوف برضو صور شغلك وانت بتتكلم. اتفضل. مش نشات في مدينه ايدكو، ويعني عشت من وانا عندي 8 سنين شغال في المهنه. يعني بشكر الفضل الله اولا واخيرا، يعني العم السيد والمحمود السجيلي، الناس تعزز عليا في المهنه، ناس وقفت جنب محمد هاشم يعني طول عمري، وانا شايفهم قدوه ومثل كويس في المهنه. نفسك في المهنه ناقصنا ايه؟ ناقصنا كتير يعني. المهنه بسم الله ما شاء الله رايحه لقدام كتير يعني، بس احنا يعني ناقصنا نقابه، حاجه اسمها نقابه بمعنى اسما وقولا وفعلا، معاش وعلاج. احنا اتكلمنا فيها المره اللي عدت في المبادره، ولكن اتكلمنا، لكن ما احنا بقالنا سنين بنتكلم مع الناس، المقامات اللي موجوده والكيانات اللي موجوده في اسكندريه وفي القاهره، ورابطه الجيزه ورابطه القاهره ورابطه اسكندريه، جميع الاسماء اللي موجوده باسم الكوافير والتجميل في مصر بيجتهدوا وبيحاولوا يوصلوا اسما وقولا فعلا يكون في نقابه لمصفوف الشعر في مصر او تخص مجال التجميل، لمحاربه الفساد في البروتين، في مستحضرات التجميل المغشوشه، في التهريب اللي موجود في منتجات التجميل، نعمل هيكله لفكره المستحضرات التجميل المغشوشه، يبقى في معاش وعلاج وصندوق زماله للكوارث، لزمايلنا، في زمايلنا اللي بيتوفى بسيب بنات وبسيب مراته وعياله وبجاره، في حاجات كتير. موضوع عايز حاجات، موضوع عاوز حاجات ياما يعني. يا استاذ عماد، احنا بنواجه مشاكل كتيره، احنا بنواجه مشاكل ان انت فتره من هنا زراع اعلامي، برنامج ملوك صناع الجمال، صوتك موجود، عايز اللي انت تقوله قوله للشاشه موجوده معاك. احنا اتكلمنا قبل كده في فكره ان احنا لازم يكون لينا نقابه، نقابه بتحكي حياتنا بمشاكلها، باسلوبها الحلو، باي حاجه، حتى يكون في رابطه للتواصل ما بين سوهاج، ما بين القاهره، ما بين البحيره، ما بين كفر الشيخ، كل ده يعني. احنا بنشكر طبعا الرابط اللي موجوده باسمائها، بيعملوا، بس كلها منفصله عن بعض، مش متواصله مع بعض. مش متواصله على بعض، طبعا عشان خاطر حاجه اسمها الكراسي وازمه الكراسي. أيوة الموجوده. ايوه ماشي. انا الانا هي اللي مبوظه الدنيا في مصر كلها، في كل المجالات، كلمة الأنا مش عارفين نتجمع احنا في مهنة الكوافير والتجميل على قلب رجل واحد، ليكون لينا معاش وعلاج وصندوق زمالة، مهنة تعادل مهنة الدكتور، موجودة على جدران الفراعنة من آلاف السنين، مهنة تعادل مهنة الدكتور اسما وقولا وفعلا. ودي الصورة المشرفة اللي احنا كان معانا مس ابراهيم الصغير ومعانا شباب من كل المحافظات. نرجع لمس عمرو السعيد نجم كفر الشيخ، الكاميرا معاك، رسالتك موجودة وممكن تقولها للمشاهدين وسامعينك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مهنة كوافير مهنة بتتجدد وفيها شغل كبير، واحنا مش اقل من حد، احنا بناخد مواصفات المهندس وناخد مواصفات الدكتور، واحنا ان شاء الله يعني مش هنرجع لما نعمل نقابة، عشان خاطر انا واخد المهنة عن والدي،
وانا طلعت وان شاء الله ابني يكمل. عبد الرحمن احنا بقى النهارده معانا، يعني عبد الرحمن انت اللي اسس معايا له، فاحنا جايين نوصل رساله من جيل لجيل. من جيل لجيل، وان شاء الله مش هن... ان شاء الله هنفضل ورا المسؤولين لما يسمع صوتنا، ان احنا بعد 50 60 سنه 70 سنه في الشغل ما بلاقيش ولا معاش ولا علاج ولا صندوق ولا زماله، صندوق زماله، واللي قبلنا واللي موجودين دلوقتي قاعدين على الكراسي طبعا اسما وقولا على راسنا من فوق، رابطه الجيزه، رابطه القاهره، والسيده زينب، كل الاسماء اللي موجودين وبيعملوا شغل تحفه للشباب. كله منفصل يا استاذ، بس كل واحد عايز يظهر نفسه. كل واحد أنا شايف نفسه أنا, بس انا 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 الاول بس. ودي اللي مرجعنا احنا، احنا بنطلب نستغل المنبر الاعلامي بتاع حضرتك، يا ريت الناس تسمعنا، وعشان نبقى شغالين ونطمن ان احنا محتاجين. احنا بنقال علينا مش حلالين، احنا فنانين فنانين، احنا فنانين. الفنان لما بيقعد قدام لوحه يشوف صور لبعض ممكن يقعد 3 4 ايام يرسم فيها وتيجي حته تبوظ يقطعها، اما انا مش عارف اقطع دماغ زبون، فلازم أن اكون مركز ولازم أن اكون انت مطمن صاحب لبكرة. انت صاحب، انت دكتور نفساني، العميل بتاعك انت كل حاجه، فلازم أن اكون مطمن عشان اعرف ابدع واطلع شغل. هنشوف صور لمحمد وعمر، نطلب من الاعداد بعد اذنك ننزلها نعلق عليها. دايما بنقدم لكم المثل والقدوه، شباب ليه رساله وبيجي يوجهها. ده شغل عمرو السعيد موجود على الشاشه، احنا جايبين له حاجه بسيطه، مقتطف بسيط موجوده برده على نفس القصة على عبد الرحمن ابنه، على لينا عليها كده محلك المتواضع. طبعا شرف لينا انك تكون موجود معانا حبيبي، مش بالمحل ولا بالشكل. اولا ده هاشم اخويا حبيبي وصاحبي، بشكره ان هو سمح لي ان انا احط الصوره ديت، وده شغل اني مشهور بكابيتانو جاي عن ربنا يوفقك يا حبيبي. الله يخليك، شرفتنا شغل طبعا. محمد، محمد اتفضل يا محمد، تعالى على شغلك. والله فكره تصفيف الشعر فكره مهمه ولازم الانسان يعني لازم مصفف الشعر يكون عنده مبدا ان هو شغل فنان ما شاء الله، يعني اللي احنا شايفينه على الشاشه شغل محمد هاشم نجم البحيره. الله يزيدك. الفكره كلها ان انت بتقص القصه، انت بتشوف حاجه الزبون مش شايفها، انت يعني بتشوف حاجه غيرك ممكن ما يكون شايفها. انت بترسم لوحه، لوحه فنيه جميله فعلا. ده بعض من شغلك طبعا، الشغل كتير انت بعته لي ومع الاعداد، بس احنا ايه على قد ما نقدر طلعنا الصوره المشرفه لمساتك الفنيه الجميله. حبيبي يا رب ان شاء الله عليك. عروض طبعا مبادره الخير، مبادره تجميليه، معانا مستر محمد ومستر عمرو. اي عريس غير مقتدر هيتواصل معاهم، ارقامهم موجوده على الشاشه هما الاثنين. طبعا يا فندم مرحبين بمبادره الخير في ايدكو او في سيدي سالم كفر الشيخ، الارقام موجوده على الشاشه. شبابنا واخواتنا غير مقتدرين، انا مش عايز اقول لفظ تاني، هم اخواتنا الغير مقتدرين اذا كان عريس او عروسه يتواصلوا مع فريق البرنامج هنوصلهم اقرب كوافير او ميك اب تعملوهم الحاجه دي هديه من ملوك صناع الجمال. والارقام موجوده على الشاشه لمصففي الشعر الموجودين معانا. كلمه حابب تقولها للمشاهدين اخيرا يا محمد؟ والله بشكر كل الناس اللي وقفت معايا من ما كنت طفل لغايه دلوقتي، بطمح ان انا يكون ليا مستقبل افضل من كده بكتير، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله باذن الله خير يعني. واحنا معاك في التطور الجاي للمهنه بتاعتنا، ودايما انت عايز اهم حاجه النقابه بالله عليك. باذن الله، ما هو بيكم، انا مجرد موجود معاكم كملوك صناع الجمال، انا مش لوحدي، انا معايا تيم. أيوة بشكره. أيوة طبعا اللي احنا بنقدم الصوره ليكم، واحنا طبعا خلاص انت عضو مفعل من المبادره موجود معانا ومعاك ان شاء الله في الحلقات اللي جايه والايفنتات اللي جايه باسم المبادره. كلمه اخيره يا محمد استاذ عمرو عايز تقولها للمشاهدين؟ والله انا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وسندتني وفضلت معايا لما اوصل لحد هنا وابقى مع الاستاذ عماد، وبشكر والدي شكر جامد ان هو فعلا حببني في المهنه، ربنا يديله الصحه. وبشكر اخواتي ان هم فعلا يعني انا بعزهم جامد وهم دايما بيدعموني، وربنا يصلح الحال ان شاء الله واكون افضل من كده بكتير، ولسه حلمي ما جاش. احنا اولاد البلد بطريق بطريقه اولاد البلد باذن الله. عمرو محمد هاشم وعمرو السعيد صوره مشرفه من كل المحافظات، دايما معاكم في كل الحلقات. هنستجيب لاي عضو من اعضاء المبادره حابب يكون موجود معانا في ملوك صناع الجمال قناة الصحة والجمال. بشكر محمد هاشم نجم البحيرة إيدكو بلدياتي وافتخر، وإن شاء الله مع تواصل مع بعض الفترة اللي جاية نرتقي بمهنتنا إن شاء الله بإذن الله. بشكر عمرو السعيد، الله يخليك يا باشا، إن شاء الله لنا لقاءات تانية جديدة إن شاء الله يا باشا. نطلع تقرير نرجع لكم تاني. معاكم من داخل ورشة تصنيع اكسسوارات العروسة، تعرفنا بحضرتك يا فندم عبد الله سمير. أهلا بحضرتك، عايزة أعرف إيه آخر صيحات الاكسسوارز لسنة 2021؟ هو شغل الهربيس هو الجديد دلوقتي، اللي هو الشغل الهاند ميد اليدوي، الصناعه اليدويه، وفي التيجان العاليه برضو دي مطلوبه دلوقتي. اولا قبل اي حاجه انا بشكر استاذ عماد شبل وبشكر برنامج ملوك صناع الجمال، يعني انا معاهم من حوالي 3 سنين وبشكر الدرع ده من 3 سنين،
اوجه لكم الشكر الاول واقول لكم نورتونا قبل اي حاجه. متشكره جدا. طب حضرتك معاك نسخ نقدر نشوفها او حاجه نقدر نشوفها من المنتج؟ صورات. في اكسسوارات وفي حاجات في الورشه الثانيه برضه. في حاجه جاهزه؟ في حاجه موجوده دلوقتي. ده عبارة عن شغل هاند ميد. ده جنب هيربيس متعامل باللولي والكريستال وريش النعام. ده الجديد دلوقتي. يلبق اكتر للمحجبة ولا غير؟ الاغلبية للمحجبات. طيب القطعة تتعمل في وقت قد ايه مع العامل؟ يعني بتصنعها في وقت قد ايه؟ يعني قطعة لان ده شغل هاند ميد كله يدوي ما فيهوش يعني من غير شغل استنباط وكده فتاخد وقت شوية وعلى حسب حجمها برضو. ممكن حضرتك تفتح اكتر من ورشة في كذا مكان تاني؟ هو انا فعلا هو الورشة احنا عندنا هنا ورشتين، الحاج طبعا اللورد سمير عبد العزيز غني عن التعريف والورشة بتاعتنا هنا. خلينا نعرف برضو حضرتك بتوفر فرص تدريب من داخل الورشة للشباب؟ في طبعا فرص عمل كتير، احنا معانا حوالي 15 اسرة شغالين في الورشة دي وفي الورشة التانية. معاكم من داخل الفرع الرئيسي لورش التصنيع كل ما يخص مستلزمات العروسة، نتشرف بحضرتك. اللورد سمير عبد العزيز. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزة أعرف من حضرتك أزمة كورونا اللي حصلت أثرت على الشغل ولا يعني؟ لا ده أكيد أثرت يا فندم، أثرت كتير. أثرت إزاي يا فندم؟ يعني بالنسبة ما احنا بنشتغل شغلنا طبعا بيروح للكوافير، فالكوافير ساعتها كان قاعد خالص فما كانش في شغل، فهي خدت شهرين والحمد لله عدت على خير يعني الحمد لله. حضرتك اتعلمت المهنة ازاي؟ الحقيقة انا خدتها هواية، في الاصل خدتها هواية، شجعني على ذلك كوافيرات كبيرة. الاول كنت بوزع يعني باخد من بجيب شغل جاهز وبوزعه على الكوافيرات، وبعد كده انا اتعلمتها وبعد كده علمت ولادي. بقالها قد ايه مع حضرتك؟ انا من سنة 90، من سنة 90 وانا بشتغل في المهنة. طيب انا شايفه هنا معايا اكتر من موديل لحضرتك، ممكن توريني يعني اكتر حاجه موضه، اكتر حاجه هتمشي مع المحجبه مش محجبه؟ هو احدث حاجه حضرتك التاج الهاند ميد ده بالريش، ده احدث موديل اتعمل، ده احدث موديل اتعمل مع الهربيس برضو نفس الحكايه. الاثنين شعر وحجاب؟ اه شعر وحجاب. تمام. عايزه اعرف من حضرتك بتوفر فرص عمل في يعني من خلال الورشه؟ اه طبعا طبعا، الشباب كتير يعني احنا عندنا، لان في حاجات بتخرج خوارج في البيوت عندنا بالنسبه لنا هنا، ففي حوالي 15 او 20 اسره شغالين معانا يعني برضو بندعمهم يعني بنعلمهم وبندعمهم وبيشتغلوا غير الشباب طبعا اللي شغال معانا كمان. وحضرتك تنصح شباب المهنه دي بايه؟ يعني الحقيقه اقول لهم اجتهدوا عشان خاطر تلاقوا في الاخر. متشكرة جدا، متشكرة جدا لوجودك معايا. الحقيقة بشكر الأستاذ عماد الشبل برنامج ملوك صناع الجمال، وبشكر حضراتكم وأهلا وسهلا بكم في العالمية للإكسسوار. معاكم دايما من برنامج ملوك صناع الجمال، افتخر ملوك صناع الفرحة، ملوك صناع الجمال. كنا معاكم من طوخ مع اللورد سمير عبد العزيز وابنه عبد الله عبد العزيز اللي قدموا لنا في الورشة بتاعتهم ملوك الإكسسوارات. خدنا فكرة عن الورشة وعن تصنيعها، ودي بنقدم الصورة المشرفة لتشغيل الشباب. ما شفنا شباب موجودين وبيتعلموا في مهنة حرفية اللي هي تصنيع اكسسوارات العروسة. معاكم كل محافظات مصر بما يخص مهنة كوافير التجميل في ملوك صناع الجمال. بنطلب من الإعداد من اسكندرية طبعا، معانا صور حسن هتتذاع لنا من اسكندرية، المثل والقدوة للشباب حسن من هانوفيل، حسن فوزي عبد الوهاب، محمد الشهير بكواليتي، عضو جديد في المبادره، اسكندريه ملوك اسكندريه اسكندراني طبعا ابو علي، مكه لهانوفيل، رقم تليفونه موجود على الشاشه، عضو من اعضاء مبادره افتخر بنفسك وبعملك، برضو رقم تليفونه موجود لاي عريس غير مقتدر، مش عايز اقول يتيم او حاجه، احنا مبادره خير. كل الشباب اللي بيشترك معانا ده بيقدم الخير للأهل ومنطقته، ورقم تليفون موجود. الأطفال الأيتام والعريس الغير مقتدر يتواصل مع حسن عضو المبادرة اللي احنا كان نفسنا يكون موجود معانا النهاردة، عنده ظروف شخصية. فنكتفي بعرض صوره المشرفة ليه في مكانه المتواضع. احنا مع أي حد في مصر في خصوص مهنة كوافير التجميل يتواصل معانا مع ملوك صناع الجمال، يشترك معانا في عضوية في المبادرة التجميلية، ناخد دعمكم ونكبر بيكم.
خلال 3 سنين لحد دلوقتي مكملين، وشفنا الصوره المشرفه مسو ابراهيم الصغير، مسو خالد الحفني، الحاج عبد العزيز لورد عبد العزيز ملك الاكسسوارات، حسن من اسكندريه، معانا محمد هاشم، معانا عمرو السعيد. دي في حلقه واحده، احنا قدمنا على حلقات كتير على قناه الصحه والجمال في مجال التجميل من كل محافظات مصر، برحب بيهم. حسن ان شاء الله تكون معانا، موجود معانا قريب في فقره جديده او في مسابقه ملوك صناع الجمال. بشكرك يا حسن لتواصلك معانا لمبادره الخير. رقم تليفون موجود على الشاشه للاطفال الايتام او اي عريس غير مقدر يتواصل مع حسن من اسكندريه. نطلع تقرير من محافظات مصر، المثل والقدوه للشباب في مهنه التكوفير والتجميل، ونرجع لكم تاني. عليكم سعيدة، فرحة، سعيدة بسمة. معاكم حلقة جديدة من برنامج صناع الجمال، ملوك صناع الجمال. معاكم من مدينة البابور، معايا عملاق من عمالقة التجميل. نتعرف بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. عايزة أسأل حضرتك إيه هو سر الاتجاه، يعني إيه هو سر النجاح؟ سر حب المهنة، حب المهنة، وإن أنا يعني بعشق حاجة اسمها الخلاقة دي، واخدها وراثة من أبا عن البيت، وتعلمت والدي اللي معلمني، وعلمت أولادي نفس الصنعة بتاعتي. فدي حاجة من حاجة أنا بفتخر بيها، وبفتخر بيها يعني اللي هي مجالنا إحنا في الشغل. خليني اعرف النجاح ده يعني خلال فتره زمنيه قد ايه وصل ايه؟ النجاح ده فتره زمنيه الفضل يرجع لربنا، ثم راجل حبيبي وصابي من صبياني اللي هو موجود معايا هنا النهارده احمد الصغير. سبب التطور ان انا كنت راجل حلاق شعبي، ان انا اتقدم ان انا اخش المجال ده واتطور واعمل محل بنفس الاسلوب ده، الفضل يرجع لربنا، ثم احمد، ثم اخويا اللي ما عملوش معايا اخويا محمد البلد. فترة زمنية قد ايه يعني؟ من ساعة ما اتعلمت؟ ولا من ساعة ما بدأت ان انا؟ من ساعة ما بدأت ان حضرتك تخوض التجربة لوحدك. لوحدي؟ يعني 35 سنة. انا عندي 47 سنة من صغري وانا في الصنعة دي، واخدها وراثة من ابا عن البيت. بدأتها من الصفر خالص. يا ترى في خطط جاية يعني فتح فروع أخرى؟ إن شاء الله في خطة جاية هتبقى باسم أحمد الصغير في المهندسين بإذن الله، ولينا فرع تاني في السادات من بلد قرية جنبنا هنا، فرع في الخضرة برضه إن شاء الله، واقف فيه أصغر حلاق على مستوى مصر محمود خالد اللي هو ابننا. النجاح النجاح الله يبارك. دخولك في مجال التجميل بزنس ولا هواية؟ لا هواية. هواية لأن أنا حبيتها. أنا حبيت المهنة دي من صغري. واخدها أنا بقول لك حبيتها، واخدها وراثة عن أبا عن جد. بدأتها من الصفر خالص. لا مؤاخذة من حلاقين زمان. لغاية ما طورت نفسي واحدة واحدة، لغاية ما جيت وصلت هنا المكان. اشتغلت هنا، اشتغلت في السادات، اشتغلت في التجمع، اشتغلت في القرى، في القرى، اشتغلت في كل حتة. لأن أنا بجري ورا إن أنا يعني أكبر. والفضل يرجع لربنا واخواتي احمد ومحمد. عايز اعرف من حضرتك اهم المميزات اللي بتقدمها للعميل. الراحه النفسيه، ان العميل بيخش بيلاقي الراحه النفسيه، بيلاقي النظافه، بيلاقي الثقه. اهم حاجه الثقه بين البني ادم وبين الشخص اللي بيتعامل معاه. طبعا زي ما انا شايفه يعني المكان على مستوى عالي جدا، النجاح النجاح دايما. وكمان شايفه يعني حضراتكم والتيم العمل كله اهتمام يعني شديد جدا للعملاء، فدي حاجه يعني لان هي دي اكل عيشنا، هي دي اكل عيشنا. فلازم العميل يخش يبقى لازم الراحه النفسيه قبل اي حاجه. لان حضرتك انت لو دخلت ولقيتي حاجه مش عاجباكي انت هتخرجي مش هترجعي تاني. انما انت لو لقيت راحه نفسيه قبل اي حاجه، قبل الشغل نفسه، هترجعي وهتمشي وهتكلميكي هنا في المكان. فحضرتك تقدم نصيحه ايه للشباب بعد اللي يحب يخوض تجربه التجميل؟ اقول له حب شغلك عشان تقدر تطلع الشغل اللي انت نفسك فيه. انت لو حبيت الشغلانه هتقدر تطلع الستايل اللي انت عايزه، سواء في التجميل، سواء في القص، سواء في اي حاجه. شكرا جزيلا.
في اي شغلانه لو حبيتها هتبتدي تشتغل وهتكبر يوم عن يوم. هل مجال التجميل ليه سقف يعني محدد ليه اخر؟ لا طبعا كل يوم بيطلع. ازاي يا فندم؟ يعني اولا احنا في التجميل في الشد في تنظيف البشره في كريمات في مكياج بقى يخش دلوقتي للرجاله في حاجات كتير بدات تخش للتجميل في بالنسبه للرجاله غير الحديد. ونورتوني انتي والاستاذ عماد المرشدي والاستاذ احمد الصغير والاستاذ محمد الجال والناس كلها اللي موجوده دول كلك على دماغك. اتمنى لحضرتك دايما المزيد من النجاح والتفوق ودايما معاكم مع شباب في التجميل مبادره بلوك صناع الجمال. افتخر بنفسك افتخر بعملك صناع البسمه صناع الشرحه. اشوفكم في حلقه جديده. خالد الحنفي على استقباله لينا في المنوفيه. وبنشكر استاذ محمد فتحي مدير اداره الضرايب اللي استقبلنا بيوم جميل قضينا معاكم في المنوفيه في ومحمود خالد الحنفي تلميذ النجيب لابوه قدمنا المثل والقدوه للاب الاستاذ والتلميذ خالد الحنفي ومحمود شفناهم في التقرير اللي فات. بنقدم لكم المثل والقدوه من كل محافظات مصر. يوم جميل قضيناه امبارح في المنوفيه مع مسيو خالد الحنفي وشكرا على حسن الاستقبال. وبشكر المراسله ريام حافظ الاعلاميه الجميله اللي كانت معانا في اغلب التصوير بره. فعلا حد مجتهد وبتمنى لك التوفيق وانت ان شاء الله معانا قوه في برنامج ملوك صناع الجمال واضافه قويه. بشكرك جدا الاعلاميه الجميله ريام حافظ وبشكر مديريه العلاقات العامه الاعلاميه الجميله صابرين كريم لمجهودها خلف الكواليس عشان تطلع الشاشه بالشكل اللي انتم شايفينه ده ونقدم الصوره المشرفه دي. هنروح لنعرض صور دلوقتي برضو العضو من اعضاء المبادره ان شاء الله اتمنى الاعداد ينزلها على الشاشه عشان نعلق عليها. بنشكر كل تيم المبادره الموسم الاول على المجهود المبذول وعشان تطلع الشاشه بالشكل الموجود على قناه الصحه والجمال. اتمنى من الاعداد بس يعرض لي الفيديوهين اللي موجودين لشام شوبينج او محمد من المرج. صوره مشرفه كاميرا صناع الجمال موجوده معاه. لو الاعداد يتواصل معايا بعد اذنكم نزل بس الفيديوهين عشان اعلق عليهم. صوره في فيديوهين هنشوفهم دلوقتي هنعلق عليهم بس. طبعا الصوره المشرفه اللي احنا هنشوفها في كل مهنه الكفر والتجميل. تمام. مهنه الكفر والتجميل الى الامام ان شاء الله. نسعى علينا طبعا نشوف محمود من الخصوص كان موجود معانا امبارح اول تقرير معانا يوم جميل قضيناه معاه. لو ينفع بس نسمع الصوت لو مش امكن. افتخر بنفسك وان شاء الله اللي جاي احسن. هتشوفوا شغلنا دلوقتي وانتظرونا ان شاء الله اللي جاي احلى واحنا اولاد البلد. ده حابب يشترك في المبادره معانا حابب يقول كوافير وافتخر اسما وفعلا فعلا وقولا. المبادره دي لكل شباب مصر في مهنه الكوافير والتجميل. يا رب دايما بنقدم لكم الصوره المشرفه لمهنه الكوافير والتجميل. طبعا انا بعتذر على القصات اللي موجوده. القصات دي موجوده في المهرجانات والايفنتات يعني مش محبذه انها تكون موجوده على ارض الواقع بس هو ده الموجود وطلبات الشباب ليها واغلبها بيتعمل في المهرجانات والمسابقات عشان خاطر يقدمها. ودي ده شغل محمود من الخصوص محمود ابو المجد. صوره برضو موجوده على ارض الواقع لمهنه الكفر والتجميل من الخصوص. كانت كاميرا صناع الجمال موجوده معاه. قدم على ثلاثة موديلز ثلاث قصات مختلفه. القصات دي بتبقى موجوده في المهرجانات. احنا كبرنامج وكفكره ما بنحبش القصات اللي هي بتبقى يعني ذات كاريزما يعني مختلفه شويه عن الواقع عشان العادات والتقاليد موجودين في مصر. برضو قصات جديده وبتطلع جديد كل يوم جديد في كل مهنه. انا حابب برضو اقدم رساله لشباب بالتجميل تواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. اللي حابب يشترك معانا في المبادره التجميليه كاميرا ملوك صناع الجمال هتجيلك في اي مكان في محافظات مصر توصل رسالتك وتوصل صورتك المشرفه وتفتخر بيها قدام اهلك وناسك موجودين فيها. قبل ما نحضر الفيديو الثاني لشام شوبينج بشكرك يا محمود وان شاء الله من نجاح لنجاح وتكون معانا في مسابقه ملوك صناع الجمال وده تحضير ليها. رساله لوالدي الحاج سليمان خارج الحلقه.
خارج الحلقه الحاج سليمان شبل والدي اللي انا بفتخر بيه وتعبه معايا، بشكرك على المجهود ودعمك ليا ودعاك ليا ووالدتي لوقوفكم جنبي الفتره اللي فاتت دي. هنقدم صوره مشرفه بقى في مجال المستحضرات التجميل. شام شوبج من المهندسين عاملين بروتوكول تعاون مع مبادره تفتخر بنفسك وبعملك ملوك صناع الجمال بخصم 20%. مستر عدي ومستر احمد مقدمين صوره مشرفه، شباب مجتهد نجح في مصر. ده الفرع الثاني في المهندسين، اسعار تنافسيه لمشتركي مبادره تفتخر بنفسك وعملك، ليها خصم خاص في المبادره معانا وبروتوكول تعاون. كل ما يخص مستحضرات التجميل من اول من ابره للصاروخ بالبلد، احنا اولاد البلد بنتكلم بنخاطب طبقه بتاعتنا مهنه الكوافير والتجميل. بنقول لكم سنتر الشام شوبينج في المهندسين عرض قوي من مشترك المبادره، خصم 20%. اللي حابب يتواصل معاهم هم عنوانهم موجود والبيج بتاعهم موجود على صفحات السوشيال ميديا. بشكر مستر عدي ومستر احمد على حسن الاستقبال بتاعهم، وفريق وكاميرا برنامج صنوع الجمال كان موجود معاهم. نتشرف دايما بوجود القامات والشباب اللي موجود، بنقدم فيهم المثل والقدوه والصوره المشرفه ليهم دايما على قناه الصحه والجمال. بشكر كل ما وراء الكواليس، بشكر فريق الاعداد، المراسله رهام حافظ لتعبها معايا في مع فريق العمل في كذا محافظه عشان نقدم الصوره المشرفه دي، الاستاذه بيرة ابو الوفا، الاستاذه الاعلاميه صابرين كريم على مجهودها الفتره اللي فاتت دي عشان الحلقه دي تطلع بالشكل ده. بشكر كل النجوم الكوافير اللي احنا كنا معاهم في تقارير حصريه خارج نطاق المحافظات. دايما معاكم ملوك صناع الجمال، ملوك صناع الفرحه، بنقدم المثل والقدوه ليكم. انتظرونا في حلقات جديده وفي مسابقه ملوك صناع الجمال على قناه الصحه والجمال. كل الشكر لوراء الكواليس لاداره الصحه والجمال لتبني مبادره تفتخر بنفسك وبعملك. اسعى ورا حلمك وكمل واجتهد تجد النجاح. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.